بحضور السيد رئيس أركان الجيش أقام مركز الدراسات والبحوث الإستراتيجية في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية الحلقة النقاشية الموسومة العمق الإستراتيجي للخليج العربي في مدرك صانع القرار العراقي من الناحية الإقتصادية والأمنية. الحلقة النقاشية أيضا حضرها عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع. ضمن الخطة السنوية لمركز البحوث والدراسات الإستراتيجية جامعة الدفاع للدراسات العسكرية وبحضور السيد رئيس اركان الجيش المحترم عقدت الحلقه النقاشيه تحت عنوان العمق الاستراتيجي للخليج العربي في مدرك القرار صانع القرار العراقي وتناولت عده محاور مهمه اهمها التحديات التي تواجه صانع القرار العراقي في التوجه باتجاه الخليج العربي وكذلك الوصول الى رؤيه مهمه للعراق رؤيه مستقبليه للعراق في التعامل مع دول الخليج العربي طبعا هذه الحلقات تعتبر من الحلقات المهمة التي من خلالها يتم قراءة البيئة الاستراتيجية وبالأخص البيئة الإقليمية والدول المجاورة للعراق للخروج بالاستنتاجات والتوصيات التي تساعد صانع القرار وبالأخص القرار صانع القرار السياسي العراقي في التوجهات المستقبلية للدولة العراقية للحلقة النقاشية دور كبير في تعزيز العلاقات بين العراق ودول الخليج العربي، حيث تناولت محاور مختلفة كان أولها التحديات التي تواجه تطور العلاقات بين العراق ومجلس التعاون الخليجي، والمحور الثاني هو تفعيل المشتركات الاستراتيجية بين العراق ومجلس التعاون الخليجي ومحاور مهمة أخرى، كل منها له دور مهم في تطوير العلاقات المشتركة بين العراق ومجلس التعاون الخليجي وانتهت الحلقه النقاشيه باسئله ومداخلات وضحت العلاقات بين العراق ودول الخليج العربي وآليه تطويرها شارك في هذه الندوه ثلاثه من الباحثين الاكاديميين من جامعة بغداد شارك الأستاذ الدكتور مفيد الزيدي رئيس قسم الدراسات الدولية ومن جامعة البصرة الدكتور محمد الجزائري رئيس مركز دراسات الخليج العربي والباحث الأكاديمي الدكتور جاسم الحريري المتخصص بشؤون الخليجية هذه الندوة حضرها السيد رئيس أركان الجيش الموقر وسيد رئيس الجامعة ونخبة من القادة والآمرين وأيضا الباحثين المتخصصين في الشؤون الاستراتيجية والخليجية قرار ربعي اعلام وزارة الدفاع